أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين بالتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة نعم وزارة الخارجية أشادت في بيان بالجهود الحثيثة التي قامت بها جمهورية مصر العربية الشقيقة من أجل إنهاء العمليات العسكرية في قطاع غزة حقنا لدماء ووقف الخسائر في الأرواح والممتلكات والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها أكدت الخارجية على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لدعم استدامة وقف إطلاق النار ومنع التصعيد ووقف القصف والهجمات الصاروخيه حفاظا على امن وسلامه المدنيين وتكثيف المساعي لاحلال السلام الشامل والدائم في منطقه الشرق الاوسط لصالح جميع شعوبها